عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في إدفو بمحافظة أسوان. وقال المرشح الرئاسي فريد زهران إنه يتواصل مع الناخبين سواء بالمؤتمرات أو على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية. وشدد المرشح الرئاسي فريد زهران على أن الحملة الانتخابية نظمت مؤتمرات جماهيرية في أسوان والبدرشين والإسكندرية والفيوم، وتستعد لزيارة أطفيح وزفتة لتغطية كل محافظات الجمهورية.